خاصه بالايه؟ بالكالي ايه؟ بالكالي لينكس. الكالي لينكس ده اللي هو الايه؟ اللي بيسيموليت الاتاك. والايه؟ والاوبونتو اللي هو الاوبريتنج سيستم الثاني اللي هو الاوبونتو ده مين؟ ده التارجت هوست اللي احنا عاوزين نعمل له ايه؟ نعمل له تارجت. فتعالى كده نسمي الايه؟ الماشين بتاعتنا مثلا هنقول ده الايه؟ هنقول كالي. ده مثلا ايه؟ اللي هو الكالي بتاعنا اللي هو الايه؟ اللي هو المفروض من خلاله ابتدي اسيموليت الايه؟ الاتاك. طيب هعمل ايه؟ قال لك تعالى التايب بتاع الاوبريتنج سيستم هتختار لينكس تمام؟ توزيعه مثلا توزيعه هي التوزيعه اللي معانا توزيعه كام؟ 4 وايه؟ 64 ديبيان. تمام؟ فاختار التوزيعه 64 ديبيان. تمام؟ طبعا التوزيعه دي اوريدي موجوده فين؟ انت ممكن تعملها انستوليشن اللي هو الكلين انستوليشن. يعني ايه كلين انستوليشن؟ يعني انت اللي هتنزل النسخه الايزو بتاعه الكالي وتبتدي تعملها انستوليشن على الفي ام اي اللي عندك، لا اما من خلال زي ما احنا عاملين اللي انت هتجيب في ام اي اصلا اوريدي معمول لها اكسبورت يعني جاهزه حد عملها قبلنا، وانت هتعملها بس ايه امبورت عندك علشان ايه؟ عشان ما تعملش مشكله اثناء الانستوليشن مثلا لو الجهاز بتاعك فيه ايه؟ في مشاكل. الكالي لينكس هنديله مثلا 2 جيجا عشان يشتغل معانا كويس وما ايه وما يهيس معانا، يعني ايه ما يحصلش فيه ايه زي ما بنقول هانج واحنا ايه واحنا شغالين عشان نعرف نشتغل ايه زي ما احنا عاوزين. طيب بعد كده هتقول له هل انت هتكريت فيرتشوال هارد ديسك جديد؟ تمام؟ لا، هقول له انا هستخدم ان اكزيستنج ايه فيرتشوال هارد ديسك درايف، وهبتدي اختار براوز واختار التوزيعه بتاعت الايه ده طبعا الملف بعد ما عملت له اكستراكشن. يعني انا عملت هنا ايه اكستراكشن لمين؟ للكالي ايه؟ للكالي لينكس. تمام؟ فانا ايه هاخد الملف ده وايه واقول له هو ده اباصيله الايه النسخه اللي موجوده عندي اللي هو الهارد ديسك درايف اللي عليه النسخه بتاعت مين؟ النسخه بتاعت الايه؟ الكالي لينكس. واقول له ايه؟ واقول له كرييت. تمام؟ هنا بيقول لي طبعا انت كنت كريت الايه؟ الماشين دي قبل كده. تمام؟ فانت ما تقدرش ان انت ايه؟ تعمل لها ايه؟ تعمل نسخه ثانيه. تمام؟ ما تقدرش ان انت ايه؟ تكريت الايه؟ الماشين. طيب هنحل دي ازاي؟ يعني انا كريتها قبل كده وحذفتها. فهو بيقول لي انت عندك اوريدي الملفات دي ايه؟ الملفات دي موجوده. يعني مثلا لو انا جيت ثاني اهو واقول له ايه؟ انا دلوقتي هعمل ايه؟ اخش اعمل كريت، هيقول لي ايه كان نوت كريت ماشين، بقول له روح لليوزرز وروح للفيرشوال ايه بوكس واحذف ايه واحذف الملفات اللي هناك. فانا هنفذ اللي هو بيقول عليه واروح على اليوزرز اللي موجودين عندي اهو، ادي ده السي اليوزرز اهو. تمام؟ هروح لليوزر بتاعي الفيرشوال ايه الفيرشوال بوكس فيرتشوال بوكس في ام، وعندي هنا مين؟ الكالي موجود. هحذف مين؟ احذف الكالي اللي موجود. احذف مين؟ دي الكالي ايه احذفه عشان كان موجود عندي، واحذف برضو مين؟ التارجت اللي انا كنت عامله ايه قبل كده. وهرجع تاني لمين؟ للايه؟ للشاشه بتاعتي. كتبت انا مين؟ كتبت كالي تمام؟ واختار النسخه كالي لينكس واقول له ايه؟ واقول له كريت. بدأ فعلا عمل لي الايه الكالي اللي هو الايه اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي موجود عندي. طيب عاوز اشغل الايه الكالي. كل الناس دلوقتي عملت امبورت ولا في مشكله؟ بان وقلنا ايه بريدجت ادابتر، يعني ايه؟ يعني معانا في نفس الريل نتورك بتاعتنا، يعني يقدر يشوف الايه الجيت واي بتاعنا. لو احنا جينا هنا معلش يا دكتور، وانا لسه بس بيفتح عندي. اه تمام. يعني معلش فانا اختار البريدج ادابتر. اه تمام. حاجه ثانيه محتاج اعملها؟ لا خلاص كده تمام. يعني هو فتح عند حضرتك ولا لسه؟ اه بيفتح لسه، ما جاتش بس المسج بتاعت اليوزر نيم والباسورد. تمام، هننتظر كده ايه لحظه لحد ما ايه ما تيجي المسج بتاعت الايه اليوزر نيم والباسورد. تمام. هو اليوزر نيم ايه معلش يا دكتور؟ او اس بوكسز. انا هجيب كده ايه نوت باد مثلا والباسورد. ثواني هكتب لكم اليوزر نيم اهو، ده او اس بوكسز. تمام.
ده اليوزر نيم والباسورد اوس بوكسز دوت ايه دوت او ار جي. افتح معايا طبعا الايه الديسك توب. اه كده فتح الديسك توب. اه خلاص طيب تمام. بعد ما يفتح الديسك توب هنختار من ماشين سيتنجز وبعد كده ايه نتورك هنختار في الادابتر بتاعنا هنختار من فين معلش من ماشين اللي هو البرنامج نفسه من بره عادي. لا مش من البرنامج نفسه من الـ من الايه من الويندو بتاعت الفيرشوال ايه بوكس بتاعت الكالي. تمام يعني كالي فوق كده راننج من ماشين ايه سيتنجز وبعد كده ايه نتورك وبعد كده هنختار ايه بريدجد ادابتر. يعني معايا في نفس الايه النتورك وهختار كارت الايه لو انا شغال بواي فاي هختار كارت الواي فاي لو انا شغال بالكارت اللي هو الايه اللان العادي الوايرد هختار كارت الايه الوايرد واضغط معلش ايه بعد نتورك ايه معلش انا اسفه يا دكتور بعد نتورك كده كده موجود عندي الايه ادابتر كام ادابتر 1 تمام تمام فاختار ايه من اتاتش تو هختار بريدجد ايه ادابتر اتاتش تو تمام وبعد كده انا اخترت ايثرنت اوكي وبعد كده اختار الكارت اللي انا شغال عليه تمام لانه ممكن يكون عندي كارت واي فاي وكارت ايه وكارت مثلا واير كده تمام وضعت ايه وضعت اوكي وانا عندي في حاجه معمول ديناي دي اسيبها عادي الديناي ازاي؟ يعني هو هنا لا موجود اه بس كده خلاص تمام. لا تمام طيب كده ايه؟ يبقى انا كده دلوقتي فين؟ موجود على الماشين اعتبر الكالي ده معايا في نفس الايه؟ النتورك اكنه جهاز كمبيوتر لوحده منفصل موجود في الايه؟ في النتورك معايا. لو احنا جينا نبص قبل ما نشوف السيتنجز بتاعت النتورك بتاعتنا لو احنا فتحنا الايه؟ القايمه اللي هي زي الايه؟ الستارت بتاعت الايه؟ الكالي تمام او الايه البروجرامز اللي موجوده هلاقي عندي اكتر من موديول موجود بقدر استخدمهم في عمليه الايه الاتاكس. يعني عندي مثلا موديول انفورميشن جاذرنج فولنربيلتي اناليسيز ويب ابلكيشن اناليسيز داتا بيز كل الحاجات دي من خلالها اقدر الونش ايه اتاكس. دي كلها موديولز خاصه بالايه بالاتاكس. يعني لو انا عاوز اعمل اي حاجه سنيفنج عاوز اعمل ايه ريفرس انجينيرنج وايرلس اتاك باسورد اتاك كل الكلام ده نقدر استخدمه فين على الايه على الكالي بتاعي. فالكالي هنا هو يعتبر ايه في برضه يعني ده سوفت وير بالنسبه لنا في حاجه اسمها كالي بوكس تجيبه وممكن ايه تخليه يعني ايه تدخله في النتورك مكان جهاز كمبيوتر او حاجه ويبتدي يعمل اتاكس على الايه على الاجهزه الايه اللي موجوده عندنا. فتعالوا هنا هو بيعمل لوحده اتاكس يعني؟ لا لا انت بتعمله كونفيجريشن بس هو زي بوكس كده زي راوتر زي جهاز كده جهاز صغير متسطب عليه بلت ان الكالي وانت من خلاله بتقدر تلونش بقى الايه الموديولز اللي انت ايه اللي انت عاوز تعملها ايه اتاك على النتورك. يعني ممكن تعمل اللي هو الارب اتاك اللي هو الخاص بالماك ادرس تيبل. يعني ممكن تعمل ايه حاجات بقى خاصه بالايه بالنتورك. يعني مثلا ممكن انت ايه تقعد تجنريت ماكات وتخلي السويتش بتاعك يبني ماك ادرس تيبلز كتير وبالتالي انت كده بتعمل له ايه زي هيدك عليه ممكن توقع الايه السويتش. يعني في حاجات كتير كده اتاكس كتير انت ممكن ايه تعملها باستخدام الايه الكالي سواء كان كالي بوكس او سوفت وير موجود على الايه على جهاز كمبيوتر. فتعالى كده نجرب حاجه مع بعض. احنا لو جربنا مثلا حاجه زي دي ممكن بعد كده حضراتكم بقى ايه تجربوا حاجات زي دي في الديمو ده. الديمو ده ممكن تستخدموه في كذا حاجه يعني ممكن بعد كده عاوز تعمل مثلا باسورد اتاك داتابيز ويب ابلكيشن الحاجات دي كلها تقدروا ايه تتعاملوا عليه. تعالوا اول حاجه لما الجهاز بيكون شغال معايا لازم اشوف كارت النتورك بتاعي واعرف انا موجود فين بالظبط. فانا هنا لو جيت ابص على كارت الايه النتورك هلاقيه وايرد اكنه متصل بالظبط وايرد يعني وايرد ايه على وايرد كونكشن. ابتدي اضغط كليك يمين على الكونكشن بتاعي وبعد كده اختار كونكشن ايه انفورميشن. مجرد لما اختار كونكشن انفورميشن لو احنا لاحظنا اخد الاي بي دايناميك معايا اللي هو الاي بي كام
192 168 كام؟ 1 كام؟ 1.5. اخد الايه الاي بي ده وبقى معايا في نفس الايه النتورك، وخد الجيت واي بتاع الايه الراوتر اللي موجود عندي. يبقى انا كده اتاكدت واحفظ الاي بي بتاعه، يعني اعرف ان الاي بي بتاع الكالي هو 192 كام. يعني احنا لو جينا هنا هنقول الاي بي مثلا بتاع الكالي، يعني نكتب هنا الكالي واخد كام؟ واخد 192 168 واحد كام؟ 1.5. ده الاي بي بتاع الكالي. عشان بعد كده هنقول اخر جزئيه دي كمان مره ما كنتش عايزها تاني، ماشي حاضر. وده الهوست اللي هو مين؟ المفروض الابونتو. الابونتو اللي احنا ايه هنعمل له ايه دلوقتي، هنبتدي نعمل له لونش من على الايه من على الفي ام. اخر جزئيه تاني هنا بروح على الاعدادات الخاصه بالنتورك في الايه في الكالي. يعني مثلا لو الشاشه عندي مش ايه مش فت للايه السكرين، اروح بالايه بالسكرول على الايه الاعدادات بتاعه الايه النتورك. ده اللي عباره عن ار جي زي بتاعه الايه الانترنت يعني. واضغط عليها ايه كليك يمين واقول له كونكشن انفورميشن، اشوف الاي بي اللي الكالي بتاعي واخده هنا. لان ممكن الاي بي بتاعك عندك في النتورك بتاعتك غير الاي بي اللي عندي. انا مثلا الاي بي عندي 192 لان واخد بالدي اتش سي بي 192 168 واحد كام؟ 1.5. انا طبعا ممكن ايه اغيره بالاستاتيك، بس ايه يعني ده الطبيعي عادي، يعني مفيش مشكله. يعني ممكن تغيروه استاتيك عادي. منين هنغيره مثلا استاتيك؟ منين؟ من هنا هتقول ايديت كونكشنز، وتيجي على الايه على الكونكشن بتاعك وايه والسيتنجز تمام، وتختار اي بي فيرجن 4 وتغير الايه الميثود تخليها ايه مانوال تمام، وتبتدي تدخل الايه الاي بي. طبعا الكلام ده كله ممكن يتعمل بالسي ال اي، بس احنا هنا عشان نسهل الايه الامور فهي جي او اي بالنسبه لنا ايه افضل اسرع يعني. وانا حتى بقول لك انت عامل كونكشن من ثلاث ايه ثلاث دقائق. احنا مش بنعدل حاجه فيها دكتور، بنسيبه اوتوماتيك. مش بنعدل هنسيبه اوتوماتيك عادي، لان ده ديمو يعني، ده ديمو يعني. احنا مش هيفرق معانا، احنا بناخد بس الاي بي اللي احنا ايه اللي هو موجود حاليا بتاع مين؟ بتاع الكالي نفسه، علشان احنا بعد كده هنستخدم الايه الاي بي ده علشان نبتدي ايه نلسن. يعني احنا هنعمل ملف، الملف ده مجرد لما الكلاين يرن الملف ده هيبتدي خلاص بيسمع عندي اللي انا ايه اللي هو انا متصلت بيه، او بقيت اللي انا عامل لسن على الكلاينت ده في الايه في الباك جراوند. فاحنا تعالى كده ايه مع بعض نمشي خطوه خطوه، ومفيش خطوه تروح مننا، عشان لو في خطوه وقعت يبقى ايه يبقى الدنيا كده ايه بالنسبه لنا ايه واقعه خالص. دكتور بعد اذنك، انا دلوقتي بعد ما بفتح البرنامج بعمل نوت باد واكتب الكلام ده اللي هو الاو اس بوكس وكده صح؟ لا لا، انا اللي فاتحه هنا عشان اوريكم بس اليوزر نيم والباسورد بتاع الكالي. يعني ده يوزر نيم بتاع النسخه نفسها وده الباسورد، وبعمل ملاحظات لينا واحنا شغالين. يعني دي ملاحظات يعني مثلا هنا ده الايه ده الكالي، ده الاي بي بتاعه تمام، ده اليوزر نيم والباسورد بتوع الايه بتوع النسخه نفسها، عشان ابعت لكم الملف ده في الاخر يعني. يعني اللي هو اليوزر نيم والباسورد بتاع الايه بتاع النسخه اللي مع حضراتكم يعني. تمام. ده عندنا كده الايه اليوزر نيم تمام، ده اليوزر نيم والايه والباسورد بتاعك، الباسورد بتاع الايه بتاع الكالي. ده كالي يوزر نيم اند ايه نرجع تاني يعني ندي ملاحظات عشان نبقى شايفينها على الايه على الشاشه بس معانا. طيب بعد كده هنفتح الايه قال لك نفتح مع بعض التيرمينال ايميوليتور بتاعنا بتاع الايه بتاع الكالي. نضغط على الايه على التيرمينال ايميوليتور هيفتح معايا، ابتدي ان انا ابنك بقى على الايه على الجيت واي، اشوف نفسي قادر اشوف الجيت واي بتاعي اللي هو الراوتر 192 168 كام؟ واحد ايه واحد واحد. لو انا بنكت فعلا لقيته بيرد عليا، وبالتالي طالما الجيت واي بيرد عليا يبقى ايه الفكره؟ اللي انا لو عملت برضه بنج على هوست موجود على الانترنت هقدر ايه؟ هقدر اشوفه عادي. يعني انا ضغطت دلوقتي كنترول مع سي عشان اوقف الايه؟ البنج، لان الكالي ما بيوقفش البنج لما انت تقول له ايه؟ وقف. يعني هو دلوقتي كده شغال ايه؟ يبنج على الايه؟ على الجيت واي. لو انا عملت كنترول مع سي يبقى انا كده ايه عملت انترابشن للبنج وايه وخرجت من الايه من الكوماند.
لو انا محتاج دلوقتي يعني ابنج مثلا على حاجه على الانترنت، اشوف نفسي واصل على الانترنت ولا لا، ابنج مثلا جوجل دوت كوم بيرد عليا عادي، يبقى انا كده واصل بالايه؟ بالانترنت. تمام، واصل بالايه؟ الانترنت. طيب اول خطوه دايما في الاتاك اللي انت بتعمل سكاننج، يعني بتشوف الاي بيهات اللي موجوده والفيكتيمز اللي انت ممكن تعمل عليهم ايه اتاك. فانت في الحاله دي هتستخدم الموديول اللي اسمه ان ماب علشان تعمل سكاننج للايه، للاي بي ادريسز اللي موجوده، وتشوف البورتات اللي مفتوحه على الايه، على الايه، على الشبكه اللي انت موجود فيها. لو انت كتبت الامر اللي اسمه ان ماب داش في داش في، يعني انت بتحاول ان انت على قد ما تقدر ايه تشوف النتورك كلها، تعمل لها ايه سكاننج بالاوبشن ايه داش في، وبعد كده داس ايه داش ايه داش اس ان. تمام، اس ان ده اللي هو النتورك بتاعتك، بتدي له الروت او الايه زي ما بنقول النتورك اي دي بتاعتك اللي هي 192 168 كام 1 0 سلاش كام سلاش 24، وده الماسك بتاعك. الامر ده بيعمل ايه؟ قال لك الامر ده بيبتدي يسكان النتورك ويطلع لك الاجهزه اللي موجوده اللي هي اوريدي اب وموجوده وشغاله على النتورك، وايه وامكانيه البورتات الايه اللي موجوده على الايه على الاجهزه دي. لو احنا ضغطنا دلوقتي مع بعض انتر، يبقى احنا ايه هنبتدي نفعل الايه الامر ده. كلنا واقفين عند نفس النقطه دي صح ولا في حد متاخر معانا؟ وانا باجي اعمل بينج على جوجل ما بيخشش معايا، بس بيبنج على الجيت واي عادي. هو الجيت واي زي الاي بي ادرس اللي حضرتك طلعته صح كده؟ هو لا، مش الجيت واي اللي هو الاي بي بتاع الايه بتاع الراوتر نفسه اللي عند حضرتك، يعني الراوتر اللي هو الايه اللي على الجهاز من بره عادي. اللي هو الجهاز من بره، يعني لو انا فتحت من بره دلوقتي وبصيت هنا، يعني لو انا جيت من بره هنا وبصيت على الكارت بتاعي اهو اللي هو الكارت الايه اللي انا شغال بيه، الاقي الجيت واي اللي هو كام؟ 192 161. انا عامل عندي بينج على الجيت واي بس مش عايز يدخل على جوجل. ما فيش مشكله عادي، ده ساعات بيبقى مشكله في ايه في الكارت نفسه، يعني كارت الفيرشواليزيشن بتاع الكارت نفسه بيبقى فيه ايه بيبقى فيه مشكله يعني. اللي هو مش قادر يسيموليت ويطلع على الايه على خدمات الانترنت. بس هو لو اوريدي بيبنج على الجيت واي خلاص ما عندناش ايه ما عندناش اي مشكله. تمام، يعني هي الفكره بتكون الكارت برضو او الويندوز فاير وول في حاجه اللي هي ايه اللي هي بتحاول اللي هي تمنع الايه الكلام ده اللي المكنه دي ما تطلعش على الايه على الانترنت مثلا اوت باوند بره. طيب بعد ما بنج على الجيت واي خلاص حضرتك عايزنا نعمل ايه؟ نبنج على الجيت واي، هنكتب الامر ده عشان نشوف بقى الاجهزه اللي متوصله على الايه على الشبكه اللي احنا فيها، يعني مثلا الشبكه دي موجود فيها اجهزه ايه بالظبط، لان انا ما اعرفش الاجهزه. طبيعي اللي انت داخل التكر على شبكه فانت ما تعرفش اصلا الشبكه دي الايباد ايه اللي شغاله وايه اللي مش شغاله. انت لو عملت الامر اللي هو ان ماب تمام وكتبت له النتورك اي دي، هو بيعمل اناليسز وبيسكان على الايه الايباد كلها، بيبتدي يبعت بنج لكل الايه الهوستس اللي موجودين، اللي يرد عليه يبقى بالنسبه له الهوست ده ايه الهوست ده اب، يعني ايه اب؟ يعني شغال واوريدي اقدر استغله واعمل ايه واعمل عليه اتاك، واقدر استغله واعمل عليه ايه الاتاك بتاعي. معلش هو الامر ايه يا دكتور؟ الامر ان ماب، ان ماب اهو ده الامر اهو علشان ايه شايفاها ان ماب، ان ماب داش ان ماب داش في، ده الاوبشن بتاع الايه داش في داش اس ان اللي هو النتورك ايه ماسك. تمام، وبعد كده ايه اديله الايه الاي بي اللي موجود اللي هو 192 168 1 ايه 1 0 سلاش 24. الاي بي اللي عندي انا مش ما هو الاي بي اللي عند حضرتك لو هي نفس النتورك هتبقى 1 0، ما 1 0 ده الايه ده النتورك نفسها اللي هو رقم النتورك، يعني لو حضرتك عندك الجيت واي 1 1 يبقى الايه النتورك بتاعتك هتبقى 1 0، ده اللي هو النتورك ايه النتورك اي دي رقم الايه النتورك نفسها، يعني زي الرقم اللي هو الايه اللي بنقول يعني مثلا الكود بتاع القاهره في التليفون مثلا 020 ده الكود، الكود ده ما ينفعش حد ايه يتصل عليه، بيتصل على الرقم كامل اللي هو 020 مثلا 1 2 3 وهكذا. فهنا برضو بالظبط نفس الكلام، 1 0 ده ما حدش يقدر ياخد الاي بي ده، فهو ده رقم الايه رقم الشبكه.
فانا ببنج على رقم الايه او بديله النتورك بتاعت مين الشبكه نفسها علشان هو يبتدي بقى يبنج على الايبيهات اللي جوه النتورك اللي هي 1.1.1.2.1.3.1.4 لحد كام لحد الرينج بتاع الايه الاي بي كله تمام. طبعا لو الحته دي مثلا مش واضحه ممكن حضراتكم في اللي هو الراوتنج والسويتشنج في توبيك اسمه الاي بي ادريسنج ده بالتفصيل اللي هو بقى بيشرح الاي بي ادريسنج وازاي اتعامل معاه وازاي اعمل سبنيتنج والايه والكلام ده كله تمام. في توبيك خاص بالايه بالاي بي ادريسنج موجود ممكن ايه اللي احنا نتعامل معاه ونقدر ايه نشوف الدنيا عامه ماشيه ايه ماشيه ازاي في الايه في السبنيتنج. لما اعمل الامر ده الناس كلها الامر ده واقفه على الامر ده تمام. هو برضو عندي معترض. طب ما فيش مشكله. طب ما حضرتك اعملي شير. انا هقفل الشير اهو وحضرتك اعمل لنا شير برضو ايه نشوف الدنيا ايه الوضع بالظبط يعني ايه مختلفه شويه. عندي هنا ايه المفروض 256 هوست منهم اثنين واحد للنتورك وواحد للايه البرودكاست. الاثنين دول مش هيدخلوا معايا في الحسبان يعني لو انا ضغطت انتر النتيجه هتطلع ايه هتطلع بسرعه. طلعت معايا ايه بسرعه قال لي انا هنا ضن وعندي 256 اي بي اثنين منهم شغالين اثنين هوستس ايه اب والسكان خد ثانيتين وثلاثة وايه 70 مني يعني هنا ايه طلع لي طبعا الايه الايبات. انا بقى هبص على الايبات الاب اللي موجوده عندي وايه واشوفها. طبعا الايبات اللي بتبقى اب بتبقى في الاول اللي هي الدي اتش سي بي لما بيجي يوزع بيوزع فين؟ في الاول. فاللي هيبقى اب معايا هو مين؟ الهوست اللي هو بتاع الزي تي اي اللي هو بتاع الراوتر بتاعي وعندي برضه اي بي اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع الاوس بوكس الايه؟ بتاعي اللي هو بتاع الايه الماشين اللي انا ايه؟ اللي انا شغال عليه اللي هو 1 دوت كام؟ دوت 5. هم دول اللي شغالين والباقي كله ايه؟ دوا مش شغال. خلص عند حضرتك الايه خلص الاسكان ولا لسه؟ ما اعتقدش هو لسه برضو كاتب ريميننج. لا ما هو لسه هو ريميننج اللي هو لسه شغال. اه لسه يعني شغال. لازم في الاخر يقول لي ايه الان ما بضم اه لازم يطلع لي الريزلت في الاخر يطلع لي الريزلت زي ما طلع اه الريزلت زي دي كده اه زي ما طلع عند حضرتك اه تمام لسه ما طلعش عندي. هياخد ايه هياخد وقت ايه شويه معانا لحد ما يطلع الايه الرسم. ممكن يا دكتور ما نعملش سكان على الشبكه كلها نعمل على ال 24 بس. ال 24 ايه؟ يعني نعمل على ال على اسمه ايه اللي هو ال سلاش 24 سلاش 24 بالظبط. اه عادي ممكن تعمل سلاش 24. انا قصدي حاسس ان دور في 256 هوست بس ما يدورش كل ده حسب الايه النتورك. ما احنا هنا بنقول ايه انت راجل اتكل مثلا ما تعرفش ال 4000 دول منهم كام واحد مثلا. لكن انت ممكن لو عاوز تلاقي الرينج بتاعك سلاش 24 عادي. انا ممكن اعرف اه ممكن نجرب سلاش 24 هيشتغل معايا عادي وهيبحث في الايه اه ممكن نعمل كنترول سي كده واكتب الامر تاني اه نكتب نفس الامر ونخليها مثلا سلاش كام 4 وايه و20 فهو كده هيحدد في ايه في رينج معين بس الفكره كلها اللي انت بتشوف النتورك اللي عندك نفسها انت ما تعرفش كام جهاز موجود هي الفكره في ايه الفكره في كده يعني فاهم قصدك اه انا قصدي بس عشان يعني كتوفير الوقت بس يعني اه عشان توفير ايه توفير الوقت كله تمام كده الناس اللي هو ليه لان ممكن ما يكونش حد واخد رينج زيرو يعني ايه يعني اللي هو 10 0 0 0 ده مش موجود انت عند حضرتك 10 0 كام واحد صح كده 2 2 1 صح اه 2 15 اه يبقى حضرتك تعمل ايه بقى 10 0 2 0 سلاش كام 24 10 0 ايه 2 0 سلاش كام 24 اصل احنا هنا المفروض اصلا ما نعملش الكلام ده بس احنا هنا ايه يعني عشان ايه ده مثال يعني احنا هنا بنقدمه مع بعض يعني المفروض الطبيعي بتكتب رينج الشبكه كله انت ما تعرفش اصلا الايبيهات عندك في رينج كام او الناس واخده ايه الكلام ده انت ايه انت ما تعرفوش اصلا هو بيعمل ريزولوشن دلوقتي طيب يعني هو المفروض دلوقتي حضرتك عملت 10 0 2 0 وان هوست اب اه هيبقى ليه لان هو اوريدي شاف اللي فيه جهاز واحد هو الايه هو اللي شغال يعني واخد في نفس الرينج ده 10 0 2
اللي واخد 10.02 جهاز واحد والجهاز ده ايه اب معاه. لكن الطبيعي اللي احنا ايه اللي احنا بنعملش الكلام ده يعني. الطبيعي اللي انت بتعمل الرينج كله وبتشتغل على الايه على الايه الرينج كله. طيب يبقى احنا ايه شفنا الايه الدنيا بتاعتنا. عاوزين بقى نبتدي دلوقتي ايه نلونش الموديول نفسه بتاع الاتاك ونظبط الدنيا بتاعتنا بحيث اللي احنا نكريت الملف اللي اليوزر المفروض هيدخل عليه. وبعد ما يدخل عليه هو كود عباره عن كود تمام. الكود ده لما يدخل عليه هيرن عنده في الباك اند وايه ويبتدي اللي هو يفتح ثغره عنده وابتدي لسن عليه من خلال الايه الثغره. ايه الامر اللي انا هستخدمه علشان اكريت الايه الملف ده؟ قال لك لو انت كتبت الامر اللي اسمه ميتاسبلويت تمام فينوم ام اس ايه اف اسمه ميتاسبلويت فانكشن فينوم. لو انت كتبت الايه الامر ده كده الموديول ده وقلت له الداش بي اللي انت عاوز ايه. طب نفترض ان انا ما اعرفش اصلا ايه اللي هيتكتب بعد الايه بعد الامر ده. ممكن اقول له داش هيلب ان انا بساعد ايه بساعد نفسي بشوف ايه الحاجات اللي انا ممكن ايه اكتبها. فهيبتدي يطلع لك الاوبشنز اللي انت ممكن تكتبها في الايه في الداله دي. تمام فهيبتدي يطلع لك الايه الاوبشنز اهو. قال لك في داش ال موجود عندك في عندك داش بي اللي هو البيلود اللي احنا هن ايه هنستخدمها دلوقتي. البيلود دي اللي انت بتقول له انت هتكريت الملف لانهي ايه لانهي بلاتفورم. يعني الملف ده هيروح على بلاتفورم نوعه ايه. هل البلاتفورم ده هل هو لينكس ولا ويندوز ولا ايه بالظبط. يعني لو انا جيت هنا الامر بكمله اهو ميتاسبلويت فانكشن فينوم وايه واقول له ايه داش هيلب علشان لو انا مش فاكر الاوامر نسيت يعني انا مش فاكر الايه الامر. بعد كده اقول له داش بي البي لود هتتعامل على ايه بالظبط. ايه الماشين اللي الكود ده هينزل عليه. اقول لك الماشين دي عباره عن لينكس تمام. الماشين لينكس تمام. البلاتفورم بتاعها اكس كام 64 بت ولا 32. قال لك 64 ده البلاتفورم تمام. البلاتفورم انت طبعا بتبقى عارف المعلومات دي منين. يعني انت مثلا مجرد لما بتعمل سكان انت من السكان بيجيب لك الهوست ده مثلا عنده ويندوز عنده مش عارف كذا. فانت من خلال الكلام ده بت ايه تعرف البلاتفورم اللي انت ايه اللي انت شغال عليه تمام. قلت البلاتفورم اللي انا هعمل عليه اتاك او اللي الكود ده هيرن عليه هيكون لينكس 64 بت تمام. هنلانش عليه ميتال بريتر تمام. ميتال ايه بريتر ده موديول اللي هو الايه البيلود اللي هو الملف الكود اللي ايه اللي هو الريفرس تي سي بي اللي هيتعمل له جنريشن من ايه من السيرفر تمام. فانت بتقول له انت هترن على ماشين لينكس تمام 64 بت ميتال بريتر وتقول له انت عاوز انهي موديول اللي ايه اللي هيطلع او الجنريت الايه الكود ده او اللي هو الكود بتاعك هيجنريت على ايه بالظبط. هتقول له ريفيرس ايه ريفيرس تي سي بي ده نوع الايه نوع الكود. يعني ايه ريفيرس تي سي بي؟ يعني الاتاك انت مش هتعمله انيشيشن ده انت مستني العكس اللي هو اللي هيعمل انيشيشن عندك علشان لما الكود ده يرن هيبتدي هو يتصل بالايه بالسيرفر. وانت من خلال لما اول لما يتصل بالسيرفر بتاعك هتلسن الايه اللي هو بيعمل ايه بالظبط وهتبتدي تشوف الايه الداتا بتاعت الايه جهاز الكمبيوتر الايه اللي عليه الملف ده او اللي رن عليه الباتشايه اللي انت بعتها له تمام. يبقى احنا الامر تاني ميتاسبلويت فانكشن فينوم داش بي هنا بالنسبه لي البيلود. البيلود بتاعتي انت بترن على ماشين ايه؟ قال لك لينكس 64 ميتال بريتر ريفيرس اندر سكور تي سي بي تمام. ده الايه ده الامر اللي انا ايه اللي انا هكتبه عشان يجنريت الملف اللي انا هفاصيل مين للايه للاوبونتو علشان استغل الفيكتيم بتاعي اللي هو يدخل ايه على الملف ده ويبتدي يشغله ويبتدي يفتح ثغره عنده في الايه في الاوبريتنج سيستم اللي هو شغال عليه تمام. طيب بعد ما عملت الكلام ده وقلت له انا عاوز اجنريت الايه الملف ده على لينكس ابتدي نفترض ان انت ما تعرفش الاوبشن اللي بعد كده هنعمل ايه. هتقول له داش هيلب لو انت عاوز تساعد نفسك وتشوف الايه الاوبشنز اللي ممكن تتكتب
بعد كده هتقول له ايه داش ايه هيلب. طيب احنا عارفين اللي احنا المفروض هتجنريت الملف ده. طب انت هتجنريت الملف ده لانهي سيرفر؟ يعني السيرفر اللي هيبقى او الجهاز اللي هو اللي هيعمل اتاك، جهاز ايه اللي هيعمل اتاك اللي هنعمل عليه الايه الملف ده وهيعمل جنريشن للايه للملف ده. يعني من الاخر لو اليوزر دخل على الملف ده التسميع هيسمع عند مين؟ عند الاي بي بتاع مين بالظبط؟ المفروض لما يسمع يسمع عند الاي بي بتاع مين؟ الكال، صح كده؟ يعني المفروض دلوقتي لما حد يضغط على الملف ده اللي انا اعمله جنريشن المفروض يسمع فين؟ يسمع عندي، يعني انا اللي ابتدي اشوف الايه الدنيا دي عندي. تمام. طيب هعمل ايه بقى؟ هيقول لك داش، هتقول له داش انا عاوز اللوكال هوست. تمام. اقول له داش ال هوست بتاعي، او داش ال هوست، واقول له يساوي الاي بي بتاع الكالي بتاعي كام؟ يعني الاي بي بتاع مين؟ بتاع الكالي بتاعي 192 دوت 168 دوت 1 دوت كام؟ دوت 5 اللي احنا جبناه في الاول. طبعا عند الناس هيختلف، يعني مثلا عند حضراتكم ممكن حد يبقى عنده اللي هو 10 0 0 او 10 0 2 مثلا 5، يعني كل واحد حسب الايه؟ حسب الاي بي ادرس بتاع الكالي اللي عنده. طيب بعد كده هتقول له انت هتطلع ببورت لوكال بورت، هتدي له بقى بورت مثلا اكتر من ايه؟ من ال 1024، لان احنا قلنا من بعد ال 1024 وانت طالع لفوق يبقى انت بالنسبه لك دي راندوم ايه؟ راندوم بورتس. الاوبريتنج سيستم ما بيستخدمهاش في السيرفيسز، يعني ما ينفعش اقول له بورت 80 الابلكيشنز يعني. اه الابلكيشنز يعني. فانت هتقول له مثلا البورت اللي عندك 2000 مثلا وكام؟ و2 مثلا، بورت 2000 وكام؟ و2 اضرب رقم ايه؟ هو كده بورت كام؟ 2000 وايه؟ 2002 مثلا يعني. تمام؟ طيب بعد ما قلت له الماشين اللي هيسمع عليها الكلام ده هو الماشين بتاعتك اللي هي بتاعت الكالي على البورت الفلاني. يعني المفروض انت هتلسن على البورت الايه؟ الفلاني اللي هو 2000 وكام؟ 2002. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ قال لك المفروض بعد كده اللي انت هتقول له الملف بتاعك. تمام؟ هتقول له طلع لي الفايل. تمام؟ طلع لي مين؟ طلع لي الفايل، الفايل اللي هيطلع ده. تمام؟ الملف هيكون ملف ايه؟ باينري، فهيكون امتداد اي ال اف على لينكس. تمام؟ ايه؟ امتداد اي ال اف. تمام؟ اللي هو باينري ايه؟ باينري فايل. هتقول له طب الباينري فايل بتاعك ده هتسميه ايه؟ هقول لك مثلا هسميه، نقول مثلا اي حاجه، ممكن نسميه 12 دوت اي ال اف مثلا. ده الايه؟ ده الملف بتاعك. لو انت ضغطت انتر نضغط انتر تاني قال لك كده تمام اهو بدا يرن معاك، مفيش ايه مفيش مشكله. هتشوف دلوقتي هيطلع لك الايه الريزلت بتاعتك هي ايه. قال لك دلوقتي انا طلعت لك ملف اللي هو ايه 250 بايت. تمام. ال 250 بايت دول هم دول حجم الملف اللي انا حطيت لك فيه الكود اللي المفروض هيرن على مين؟ على الايه؟ على عند اليوزر اللي هو الايه؟ اللي هو الترك. يبقى الامر تاني اهو، لو في خطا لو في بس حرف غلط بايه الامر كله ما ايه ما بيشتغلش معاك. تمام. يعني الامر كله ما ايه ما بيشتغلش ايه معاك. طبعا انت تقدر تعمل نفس الايه نفس الموديول ده طبعا بنين من الجايد موجود على الويندوز، بس الويندوز لها طريقه كده صعبه شويه يعني، فبتبقى الامور ايه اصعب شويه لو انت استخدمت مثلا ويندوز، لان بتحتاج تقعد تعمل شورت كات ومش عارف قصص ايه قصص تانيه يعني. احنا ايه قلنا خلينا في الايه في الطريقه اللي هي بتاعت مين اللي احنا هنشتغل عن تارجت ايه لينكس. زي ما انتم شايفين ده الايه ده الامر كده ايه بتاع مين بتاع الايه اللي انت بتبتدي تشغل الموديول بتاع مين او تجنريت الملف اللي اليوزر هيبتدي ايه يرنه عنده في الايه على الـ على الديفايس بتاعه. تمام. طيب تعالوا ايه نرجع تاني مع بعض. طيب عاوز اشوف الملف ده فين؟ يعني انت دلوقتي في ملف نزل عندك اسمه 12 دوت ايه دوت اي ال اف، عاوز تشوفه. هتلاقي حد فاكر الامر؟ الامر ليست. لو انا واقف هنا مثلا وقلت له ليست هيقول لك انت عندك ملف اسمه ايه؟ 12 دوت ايه دوت اي ال اف. تمام؟ 12 دوت ايه دوت اي ال اف.
ده الايه ده الملف بتاعك قام موجود 12 دوت ايه دوت الف. ده الملف اللي انا طلعته فين عندك في الايه في الايه في السيستم بتاعك. طيب لو انت دلوقتي الملف ده انا قلت الملف ده المفروض هرفعه على سيرفر تمام، والسيرفر ده اليوزر هيدخل عليه وبعد كده يعمل ايه الملف ده يعمل له اكسكيوت. طيب هتعمل ايه بقى عشان تنفذ الكلام ده؟ ركز بقى ايه، يعني انا الاول بس اتاكد الاي بي بتاع الديفايس بتاعي ما اتغيرش، لان لو اتغير يبقى الملف بتاعي ايه اتاكد، لان المفروض اصلا تعمله ستاتيك يعني، بس احنا هنا ايه ديمو فاحنا ايه زي ما هو ايه 1.5. طيب حد وقف الملف عنده ما اشتغلش؟ حد شغل طيب الملف وعمل جنريشن عنده خلاص؟ تمام يا دكتور. طيب تمام. طيب تمام اشتغل. طيب تمام ايه نكمل. دلوقتي الملف نزل اوريدي وعملت له ليست ولقيته ايه لقيته موجود عندي بدون ايه بدون مشاكل. هعمل ايه بقى بعد كده؟ قال لك المفروض انت ترفع الايه الملف بتاعك على الايه على السيرفر. يعني المفروض ترفع الملف على الايه على السيرفر. طيب هترفع الملف على السيرفر ازاي؟ نعم قال لك لو انت جيت هنا قلت له انا عاوز اكوبي، عاوز ايه اعمل كوبي الملف اللي هو اسمه 12 دوت ايه دوت ايه الاف، اعمل له كوبي على مين؟ على السيرفر. الروت بتاع السيرفر هنا المفروض عندنا الاباتشي بتاع مين؟ بتاع السيرفر. يعني في اصلا سيرفيس اباتشي المفروض هترن بعد ما ايه ما نحط احنا الملف ده على الايه على السيرفر بتاعك. طب تعالوا كده ننسخ الملف لو ناخده كوبي ويتحط على السيرفر نشوف هينفع ولا لا. لو احنا قلنا كوبي الملف ده هنحطه لي على الروت اللي موجود فين؟ اللي موجود على السيرفر بتاعنا www تمام html. لو انا جيت اقول له كوبي هيقول لك ايه؟ انت ما تقدرش تعمل الكلام ده لان اليوزر بتاعك ليميتد، يعني اليوزر بتاعك ايه؟ محدود. طب انت عاوز تلاقي اليوزر تخليه الروت علشان يقدر يعمل الايه؟ الكلام ده، لان محدش يقدر ياكسس الايه؟ الروت بتاع السيرفر اللي موجود اللي هو الايه؟ الاباتش سيرفر. طيب هتعمل الكلام ده ازاي؟ قال لك هتكتب الامر سودو تمام؟ الامر اللي اسمه ايه؟ سودو سوبر ايه؟ يوزر. انا عاوز ايه؟ عاوز الاكونت ده يكون سوبر ايه؟ سوبر يوزر. هيقول لك دخل لي الباسورد بتاعك. احنا كنا فاكرين الباسورد او اس بوكسز اللي هو بتاع الايه بتاع الماشين اللي انت عليه دوت او ار جي. لو اول لما تدخل الباسورد فعلا قال لك انت دلوقتي دخلت في الروت، بقيت موجود فين؟ موجود في الروت. طالما انت موجود في الروت تقدر تعمل ايه؟ قال لك هتقدر تكوبي عادي بدون ايه بدون ادنى مشكله. لو انت قلت كوبي ال 12 ده دوت اي ال اف وبعد كده قلت له انا عاوز احطه في الايه في الروت تمام في الايه في الاتش تي ام ال تمام وقلت له ايه وقلت له انتر، فعلا المفروض الملف كده ايه بدا يتحط فين؟ اتحط على السيرفر الايه بتاعك تمام، اتحط على الايه على السيرفر ايه اصبح الملف اللي هو 12 دوت اي ال اف موجود على الايه على السيرفر بتاعك. هو الباسورد ايه معلش؟ osboxes.org اللي هو ده الباسورد ده. ده الايه ده الباسورد ايه بتاعك. لو احنا عاوزين نروح نشوف الملف ده فعلا هنروح هناك ولا لا، ممكن اقول تشينج دايركتوري. تمام عاوز اغير الايه الدايركتوري اللي انا واقف عليه اهو www وايه و html اروح هناك تمام واقول له ليست، هيبتدي يقول لك الملف ايه موجود اسمه 12.elf نزل فعلا فين في المسار ده. معلش هو الامر بتاع الكوبي ايه؟ الكوبي اسمه سي بي اللي هو كوبي تمام اسم الملف تمام اللي احنا عملناه اي اسم بقى. بعد كده هتحطه فين؟ في الروت بتاع الايه السيرفر. تمام الروت اللي هو بتاع مين؟ بتاع السيرفر ايه
بتاعتي. ممكن نعمل زوم على ما اعتقد، مش اللي هو الفيرشوال بوكس بيدعم الزوم ولا بيدعمش الزوم؟ تقريبا في السكيل فاكتور بتاعك. اه في السكيل ده يعني مثلا لو خليتها 125. اه تمام مظبوط. يبقى احنا ايه، خلينا متفقين اللي احنا دلوقتي عملنا كوبي تمام على الروت بتاع مين؟ السيرفر الاباتشي اللي موجود على الكالي. وبعد كده عملنا ايه؟ دخلنا على الدايركتوري عشان نتاكد ان الملف ده موجود فعلا على الايه؟ على الكالي سيرفر. فعلا الملف موجود. طيب هنعمل ايه تاني بعد كده؟ المفروض انت تشغل بقى ايه؟ اللي هي الخطوه اللي بعد كده، المفروض انت تشغل السيرفيس بتاع مين؟ الايه؟ اللي هو بتاعت الايه؟ الاباتشي. يعني المفروض انا اشغل الايه؟ السيرفيس بتاعت الايه؟ الاباتشي بتاعتي. طيب هشغلها ازاي؟ في امر اسمه سيرفيس اباتشي ستارت. الامر اللي هو بتاع مين؟ اللي انا هرن الايه؟ الاباتشي. لو انت طبعا ناسي الخطوات ممكن ترجع للجايد، يعني مثلا الجايد موجود قدامك وانا وقفنا مثلا في حاجه. يعني انت مثلا بتدي التريننج ووقفت مثلا في نقطة معينة، يعني أنت مثلا شغال تمام وعامل الإيه اللاب ده قبل كده ومظبط أمورك وكده، بس مثلا إيه جيت في خطوة وإيه وقفت، ممكن تراجع الجايد عادي. هو أي نعم الجايد شغال على الويندوز بس نفس الخطوات. يعني هو هنا الفكرة إيه، ده شغال على إيه؟ على إن على ويندوز، فالامتداد بتاع الملفات بتاعتك بيتغير. يعني مثلا هنا الامتداد بيكون بي اس 1. يعني امتدادك هنا باينري فايل على الإيه الإف على الإيه؟ على اللينكس. تمام. فانت الفكره كلها نفس الدنيا ايه اللي هنا هي هنا، بتعمل كوبي برضو للملف توديه على الروت. تمام. عملنا الايه الكوبي على الملف على مين؟ على الروت. المفروض كده ايه تمام. عاوز تتاكد بتتشينج دايركتور. الخطوه اللي بعد كده بتنيبل الاباتشي سيرفيس. عشان ترن الاباتشي سيرفيس هتعمل ايه؟ هتكتب الامر اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه سيرفيس اباتشي تو ستارت. ده الامر اللي اسمه ايه؟ سيرفيس اباتشي تو ستارت. نفس اللي هو عامله احنا ايه؟ عاملينه عندنا. يعني لو احنا رجعنا تاني كده او هتقوله بس ايه؟ سيرفيس اهو اباتشي تو ايه؟ ستارت. لو انت كتبت الامر ده وضغطت انتر يبقى كده المفروض الاباتشي سيرفيسز ايه؟ اشتغلت عندك. يبقى خدمات ال WW على السيرفر الاباتشي بدات ايه؟ تراب. بدات ايه؟ بدات ترى. دي الخطوه الايه المفروض معاك اللي هي الايه الاخير. طيب المفروض بقى عشان ايه تظبط الكلام ده قبل ما تشتغل في حاجه تانية او تبتدي ايه تاكسبلويت الثغره دي، المفروض دلوقتي تيجي تشغل الاوبونتو. يعني تعالى كده ايه شغل الايه الاوبونتو بتاعنا ونشوف، علشان بقى نبتدي نجهزه اللي احنا ايه هياخد الايه الباص ده يا دكتور. عليك بتقول ايه؟ مش قابل الباس مني الباسورد ده؟ لا الباس نفسه، الباس اللي هو الفار و WWHTML. لا ما هنعمل فورورد سلاش فار فورورد سلاش WWW فورورد سلاش HTML، بس يبقى في مسافة. يعني بعد سي في مسافة 12 يبقى كده سبيس. تمام. مسافة سلاش فار سلاش WWW سلاش HTML. بيقول لي المفروض ان هو نو ساتش فايل اور دايركتري مش قابله. طب حضرتك كده تشير السكرين، انا هقفل كده. هنيجي نعمل ايه بقى؟ الهوست بتاع مين اللي احنا هنعمل له ايه؟ اللي احنا المفروض بنتارجت الايه؟ الهوست ده. فهنيجي كده ملف الايه؟ الاوبونتو بتاعي. بقول له ايه؟ بقول له كريم. بعد ما عملت له كرييت المفروض هاجي على السيتنجز برضو واخلي الكارت بتاعه يكون بريدجد على الايه؟ على النتورك بتاعتي، عشان يبقى مع نفس الايه الشبكه مع مين؟ مع الكالي. لازم يكون في نفس الشبكه مع مين؟ مع الكالي. ولازم الكالي يشوفه وهو يشوف الايه؟ الكالي. الاثنين ايه؟ الاثنين مع بعض. يعني لو احنا كده ايه قلنا خلاص اوكي تمام وعملنا نزود له بقى البروسيسور شويه، نديله كمان ايه مفيش عشان يبقى سريع معانا عشان ما ناخدش ايه شويه، نديله 2 نقول له اوكي.
طبعا ده حسب الايه، حسب الريسورسز يعني. انا بقول له ايه، اقول له ستارت كده، المفروض هيستارت معايا الايه الروبوت. بدأ يفتح معاك مين؟ الأوبونتو. تمام، فتح عند الناس ولا لسه؟ فتح هنا. طيب الباسورد هيكون هو نفس اليوزر نيم، يعني اليوزر نيم اوس بوكسز دوت اورج نفس الايه، نفس الايه اليوزر. بدأ يفتح معايا مين؟ الأوبونتو. تمام، ده الايه، ده الاوبونتو بتاعي. هشوف الايه الكونكشن برضو في الاول نفس الكلام، هشوف الايه، هشوف الكونكشن، كليك يمين على الكونكشن واقول له وايرد ايه كونكشن وايرد سيتنجز، وبعد كده اجي على الايه، على السيتنجز من هنا. هيبتدي يقول لك انت واخد 1.6، واخد ايه 1.6. طالما انت واخد 1.6 المفروض ايه، لو انت بنكت دلوقتي على واحد على 1.5 المفروض يرد عليك. يعني لو احنا جينا فتحنا التيرمينال مع بعض، يعني لو احنا جينا هنا فتحنا الايه التيرمينال، قلنا بنج على 192 168 1.5، ده الكالي اللي انت بتبنج على الكالي عادي وشايف، يبقى انت شايف الايه، شايف الكالي، ما عندكش ايه اي مشكلة. طب الكالي شايفك ولا لا؟ لو احنا جينا هنا عند الكالي، قلنا بنج، الكالي شايفك، ما عندوش اي ايه، ما عندوش اي مشاكل، يبقى انتوا الاثنين شايفين بعض. ده اول حاجة لازم نكون احنا الاثنين ايه شايفين بعض، يعني الاي بي، وانا عارف الاي بي بتاع الهوست، يعني الاي بي بتاع الهوست احنا قلنا 192 168 واحد كام 1.6، ده الاي بي بتاع الايه الهوست. وقلنا اليوزر نيم والباسورد بتوع مين، بتوع الايه الاوبونتو. طبعا النسخ دي كلها موجوده اوبن سورس على الايه، على الانترنت. يعني في ناس بتعمل مثلا ماشينز وتايه وتعملها انستليشن وترفعها على الايه، على الانترنت، بحيث لو في اي ديمو او اي حاجه الناس بتستخدمها ايه على طول، بدل ما تقعد تعمل كلين انستليشن، يبقى انت ايه مظبط الايه الامور على الايه، على الماشين على طول مباشره. طيب يبقى احنا كده بنجنا على الايه، على الاوبونتو شغال. طيب احنا دلوقتي عاوزين ايه، عاوزين نخلي الهوست يدخل على السيرفر. قبل ما يدخل على السيرفر انت المفروض دلوقتي تستعد للايه، لان اليوزر هي هي ايه هي هيبتدي يعمل داونلود للملف اللي انت الكود ده وايه ويشغله. فانت عاوز ايه، عاوز دلوقتي اللي انت ايه تستعد. يعني ايه تستعد؟ تدخل على الموديول بقى بتاع الايه الكونسول اللي انت بتنتظر اليوزر ايه يحمل الملف، تمام، ويبتدي اللي هو ايه يشغله. طيب هتكتب الامر اللي اسمه ميت اسبلويت ايه فانكشن كونسول. تدخل على الكونسول بتاعت مين؟ هتدخل على الكونسول بتاعت الايه، بتاعت الايه الايه الموديول ده. يعني تدخل مثلا على الكونسول اهو، هيدخلك على الكونسول بتاعت مين؟ بتاعت الميتا سبلويت. دخلت انت مين؟ دخلت كده على الايه؟ على الايه؟ الكونسول بتاعت مين؟ الميتا سبلويت الايه؟ اللي موجوده قدام. طيب لما تدخل على الايه؟ الكونسول. هو النت بس كان فصل عندنا، فمن اول ما حضرتك عملت كرييت كده للايبونتو الدنيا وقعت مننا. كل الناس يعني ولا؟ طيب. وانا ودكتور اسلام. طيب ماشي، نرجع تاني مع بعض. انا عملت ايه دلوقتي، انا جبت الايه الماشين بتاعت مين، الاوبونتو، بنفس الطريقه اللي احنا ايه اللي احنا كريتنا بيها الماشين التانية، سميتها هوست وخليت الايه
ان كارت النتورك بتاعها يكون على الايه، على البريدج يعني معاك لينكس وتحت يوبونتو 64. اه تمام. بعد كده المفروض بقى اختار الملف بتاع مين بنفس الطريقه، الملف بتاع النسخه عندي على الجهاز. تمام، اللي هو اليوبونتو. اه اليوبونتو ده، اه اليوبونتو ده ايه اختار. وانا عملت الخطوه دي لما جيت ادخل قال لي فيلد. طب حضرتك شيري كده سكرين تاني، ما عندناش ايه، ما عندناش اي مشكله. ثواني، احنا عملنا ايه مع بعض؟ خلاص شغلنا الايه اللي هو الايه الاوبونتو بتاعنا شغال، وخلينا الاوبونتو يشوف مين، يشوف السيرفر، وفي نفس الوقت مين يشوف مين تاني، قال لك الايه الكالي برضه هيشوف مين الايه السيرفر برضه. ايه شكله كده ايه تقيل شويه. طيب نخلينا احنا فين عم الاوبونتو، المشكله بس الايه الاوبونتو تقريبا الاوبونتو شغال تمام بالظبط، مش ايه مش قاري. مش قال الماوس ماشي. المفروض احنا خلاص كده ايه الناس كلها شافت ايه يعني الكالي شاف الايه الابونتو، والابونتو شاف الايه التالي. تعالوا نرجع علشان نبتدي احنا ننتظر مين بقى الايه الدنيا بتاعت الايه اللي هو ينزل الملف ويعمل له ايه اكسكيوشن. عملنا الامر اللي اسمه ميتاسبلويت فانكشن ايه كونسول، وهنبتدي اللي احنا نكتب الايه مجموعه من الايه من الاوامر. هقول له بقى ابتدي ايه استغل الايه الايه الثغره اللي هيفتحها مين الايه. قلنا خلاص الايه الامر، استخدمنا الايه اليوز، تعال نستخدم الامر تاني اهو. احنا قلنا يوز اكسبلويت ايه مالتي هاندلر. بعد كده هبتدي اديله الايه البارامترز ايه بتاعتها، هنقول له سيت ال هوست اللوكال هوست. تمام، اللوكال هوست بتاعنا اللي هو 192 168 واحد كام 15. لو احنا نسينا نرجع تاني للملف بيقول لك الايه انت الاي بي بتاعك كام واحد ايه 15. تمام، بعد كده هتقول له سيت الايه اللوكال بورت، البورت بتاعنا اللي هو كان كام 2000 وكام 2002. بعد كده هتقول له ست، هتقول له ست الايه البي لود، بي لود، وتدي له تقول له ايه لينكس. احنا كنا قلنا ايه لينكس اكس كام اكس 64. تمام، بعد كده هتقول له احنا قلنا اكس 64 قلنا متر بريتر. تمام، بعد كده بعد ما قلنا متر بريتر قلنا ايه، قلنا ان انت تستخدم الريفرس ايه ريفرس اندر سكور تي سي بي. تمام، ريفرس اندر سكور ايه تي سي بي. وبعد كده تقول له ايه، هتقول له انتر. بس هتقول له ايه اكسبلويت، انا عاوز ايه استغل بقى، يعني اي حد ايه عاوز ايه استغل الايه القصه ايه القصه دي كلها. تمام، هنا بيقول لي unknown command مكتوبة غلط الاكسبلويت. طيب يبقى انا كده ايه بنتظر ايه منتظر منه بس ايه يعمل داونلود للايه للملف. تعالى كده، طبعا ده الايه احنا الاي بي بتاعنا واحد كام واحد خمس. تعالى كده نروح على الاوبونتو، لو احنا نروح على الاوبونتو نروح على الاوبونتو. تمام، لو احنا جينا على المتصفح بتاعنا الفاير مثلا ايه فايرفوكس، وجينا دخلنا على السيرفر 192 168 واحد كام، قلت له واحد خمسة فورورد سلاش، قلت له انا عاوز 12 دوت ايه دوت ايه اللي إيه؟ ده الملف ده قال لك هتعمل له سيف، فانت المفروض كده ايه هسيبه. ده الملف اللي هو بتاع مين، المفروض الايه الريموت
الكود اللي ايه اللي انا لو رنته عندي المفروض كده يبتدي يسمع عنده فين هناك على الكالي ايه لينكس اسيف نزل معايا فين نزل هنا نزل في ايه في داونلود انا عشان تقريبا كنت عامل الايه المثال قبل كده فهو ايه هو نازل فين نازل عنده مرتين ممكن نحذف منهم ايه مرة ديليت move to trash ده الايه ده كده الملف اللي هو 12 دوت ايه دوت اي ال اف الفكره بقى هنا كلها اللي انت عاوز ترن الايه الملف ده يعني عاوز ترن الايه الملف طبعا الملف لو انت دخلت هنا ده موجود الملف فين في الداونلودز لو انت جيت على السي ام دي او التيرمينال بتاعك هتلاقي الملف موجود فين لو انا قلت ليست مثلا هتلاقي الملف موجود في الداونلودز فانت المفروض تخش تشينج دايركتوري داون ايه داونلودز لو انت دخلت في الايه في الداونلودز وقلت له ليست هيجي لك مين هيجي لك الملف اللي هو ايه 12 دوت ايه دوت اي ايه اي لو انت عاوز ترن الايه الملف ده يعني عاوز ارن ايه الملف ده طيب لو انا جيت اقول له 12 دوت ELF تمام قال لك الايه المفروض انت لما ترن ملف المفروض تديله صلاحيات تقول انا عاوز ايه افتح الايه الملف الاول يعني انت دلوقتي يعني ايه ما ينفعش تقول له رن كذا على طول انا بقول لك حتى هنا الايه الكوماند ايه الكوماند بتاعك ايه نوت فاوت تمام يعني مفيش امر اسمه اللي انت 12 دوت ايه دوت ELF طيب انا عشان ارن الملف تمام هعمل ايه؟ قال لك علشان ترن الملف لازم اللي انت ايه؟ اللي انت في الاول تخش على الايه؟ يعني تبقى صلاحياتك اللي انت تقدر ترن ايه؟ ترن ملف زي ده. طيب هترن الملف ازاي؟ قول له حد عارف الصلاحيات اللي احنا بنيجي نغير الايه؟ الصلاحيات بتاعت يوزر موجود بنغيرها ازاي؟ مش نفس الكاري ولا لا لا مش نفسه هتلاقي الامر ايه الامر مختلف يعني مثلا هنا تشينج ايه تشينج مود لو انا قلت له هنا عاوز ارن مثلا ملف زي ده ممكن اجي اقول له هنا 12 مثلا مش هيرن لو انا قلت له مثلا ملف عايز ارنه كده هو المفروض كده رن غالبا هو كده المفروض ايه رن معايا لو احنا كده نروح عند الكالي لو احنا رحنا كده عند الكالي المفروض هو كده رن ايه معايا هو دلوقتي بيلسن انتظر كده ايه ما برضه بيقول لي ايه هو هنا ما قاليش كوماند ايه نوت فاوند لما نشوف كده الايه كالي نقول له اكسبلويت تاني حد يعرف يقول هو ما اشتغلش معايا ليه؟ هو في تريكه كده ايه التريكه دي؟
هو لان احنا اصلا انا حذفت الملف اللي انا لسه منزله اصلا، وسبت الملف القديم. القديم ده ممكن كان يكون الاي بي مختلف، يعني احنا غلطنا لما ايه، احنا مثلا لما جينا ايه نخش على السيرفر كان نزل ملف ايه اللي هو 12 دوت ايه، يعني مثلا ضغطت انتر كده نزل مين الملف ده. الملف اللي نزل اصلا معانا اللي هو اللي المفروض نازل معانا ده كان ايه اهو. نرجع تاني ايه، هتلاقي عندك الداونلودز تمام. دكتور هو بيرن لوحده ولا؟ لا انت اللي بتعمله رن، او انت تبعت له بايه بيبعت له رن. لكن انت شايف انا حذفنا مين حد؟ يعني انا حذفت الملف الجديد والقديم اللي كان موجود سبته. المفروض كنت احذف مين؟ احذف ده اهو، ده القديم، لان ده كان اصلا معمول له جنريشن على اي بي مختلف، يعني كان اي بي تاني غير ايه غير الاي بي اللي احنا فيه. فانا المفروض عملت امسح ده واعدل الاسم بس بتاع ده، اخليه ايه اعمل له نيم، اخليه مثلا ايه 12 ايه. دي غلطه محدش اخد باله من الايه من الغلطه دي تمام. فلو رجعت تاني مثلا، لو رجعت تاني هنا وقلت له رن اهو، لو انا جيت مثلا عند داونلود وقلت له 12.elf او قال لك بيرميشن ايه بيرميشن ديناي، انت ما تقدرش ايه ترن حاجه زي دي. طيب في حاله لو قال لك البيرميشن بتاعك ديناي، المفروض انت تعمل ايه؟ هتقول له بس الامر ده تشينج مود تمام، تشينج ايه تشينج مود 3 7، بتاخد الايه الصلاحيات بتاعت مين بتاعت الايه الروت، وتدي له الملف بتاعك اللي هو 12 دوت ايه دوت اي ال تمام. وبعد كده ترم بقى الايه، تقول له انا بدي لك صلاحيات على مين، على الملف اللي هو 12 دوت ايه دوت اي ايه ال دوت اي ال. بدا ايه المفروض كده دلوقتي اللي هو يبتدي ايه يرن معاك. لو انت رحت دلوقتي على الراجل ده هتلاقيه فتح معاكم ميتر بريتر، فتح معاك بيقول لك في ثغره دلوقتي موجوده اتفتح معاك. لو انت جيت بس تقول له سيس انفو هتعرف الايه الجهاز الايه اللي موجود. لو انت سيس انفو زي ما انت شايف بيقول لك في اوبونتو الاي بي بتاعه كذا، البلاتفورم 64، كل الايه الدنيا دي ايه موجوده. لو انت عاوز تشوف الفايلز هتقول له ليست، هيودي لك الفايلات اللي موجوده، بيقول لك في فايل اسمه 12 دوت اي ال اف في الداونلودز اهو، وملف اسمه ايه احمد. لو انت طبعا احمد ده جواه صور بقى، لو في صور مثلا وحاجات خاصه بيا والكلام ده كله، هيبتدي ايه هيبتدي يخش عليها ويبتدي يعمل لها ايه يعمل لها داونلود ويحملها عنده، ويقدر يتحكم في الايه في الجهاز. طبعا في عندك اوامر كتير موجوده انت ممكن تقدر ايه، لو انا قلت مثلا ممكن هيلب مش عارف الهيلب، لو انا قلت هيلب مثلا عندي ايه عندي اوامر زي ليسن، يعني ممكن تفتح المايك، يعني ممكن تفتح له المايك بتاعه، يعني هو قاعد كده انت ممكن تفتح له الايه المايك وايه وتشغل له اللي انت عاوزه وتسمع الكلام اللي هو بيقوله، وتفتح له الكاميرا بتاعته وتفتح الشات وتعمل كل اللي انت عاوزه في الايه في الجهاز بتاعه تمام. فهو ده بالنسبه لنا بالنسبه لايه للجزء اللي هو بتاع مين اللي هو بتاع ازاي نستغل ثغره موجوده فين في جهاز الكمبيوتر. طبعا الملف ده انت مش هتدي له الرابط وهو مش ايه، هتدي له الرابط وتقول له ايه مثلا عشان تكسب مش عارف ايه ادخل على كذا، هيقوم داخل يجي له ملف يقوم يعمل له سيف، مجرد ما يعمل له سيف يفتحه يقوم ايه خلاص، هو بالنسبه له كده ايه انا كده دلوقتي هو سمع عندي وقدرت اسمع ايه كل حاجه عنده. دي الاوامر كلها المتاحه اللي انا اقدر اعملها على الميتر بريتر عندي، يعني حاجات اقدر اتحكم في ايه فيه، اشوف الملفات بتاعته، اقدر اعمل كل اللي انا ايه عاوزه على الايه على الجهاز بتاعه. هل كده في مشكله بالنسبه للجزء ده ولا تمام؟ هو انا عندي رن من غير ما اعمله رن. يعني اللي عنده ما اشتغلش ممكن يشير معانا وايه ونشوف مع بعض ايه المشكله. لا لا هو اشتغل بس انا ما احتجتش اعمله ران، انا مجرد اني دخلت على اباتشي الويب سايت من البراوزر تمام لقيته في الكالي قال لي اللي هو سيشن ستارتد على طول مجرد ما انت دخلت الغريب. على المفروض غريبه المفروض هو يفتح لازم يفتح الايه الملف
يعني هو الغريب بقى الشاشه عندي اوبانتو ضربت اسود بعد الموضوع ده، مفيش حاجه شغاله خلاص.